السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الأزمة التي حصلت للوزير الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، وتكبير الأزمة وإعطائها أكبر من حجمها ووراءها ما وراءها من سياسة، أهل اليمن يردون الجميل ويرفعون صور جورج قرداحي في شوارع العاصمة صنعاء وفي أكبر شوارع العاصمة صنعاء، ويكتبون نعم جورج حرب اليمن العبثية، شاهد معي الصور. وهذا يأتي كرد الجميل لتصريحات جورج قرداحي التي أدلى بها قبل أن يصبح وزير، وشنوا عليها الحملة المسعورة بعد أن أصبح وزيرا. وأنا أعتقد أنها خطة مدروسة وراءها ما وراءها، وإنما جورج هو كبش فداء. في الأخير تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة.